زين يا جماعه الخير، انتوا قولوا لي شو اللي تامرون عليه وانا حاضر. ما نبغي مدرب، نبغي مدربه. الفرسان الاربعه هو ما يطلقه علينا القاطنون في الدار. اليوم مناسب للطلعه، يلا يا جماعه نطلع نستانس ونسوي كل شيء نبيه. يوز عنا يا ابو حسن. استاذ اثنين برا بدون اكل، موضوع خاص. اكتشفنا ان حضرتك القريب الوحيد اللي موجود وعايش للمرحوم ابن اخوك. 50 مليون درهم. مبروك عليك عزاك. من هاللحظه احنا مريوريه. الله ياخذ ابليسك. يلا عيال شنو ننطر؟ حرك يا ولد. كاني اول مره اشوف دبي. الدار كلها بتتكلم في الحكايه، حتى بالاماره في 4 من المسنين مختفين. الوسع اختفوا؟ خلاص طاروا؟ مش عارف اقولهم بلبسكم دي. الحينه كل هالكشخه هذه وما بترسع عينك؟ احنا مدورنا عليك في كل مكان ما حصلناك، انشغل بالنا عليك. بعدين احنا ما احنا صغار، نحن كلياتنا مخرفين وكلياتنا بدنا ننتقل لدار ثانيه. ايوه ولا تنسى اشرب حليبتك قبل النوم. كل انسان له يوم. ان الحياه هي نعمه من الله، يجب ان نعيشها لاخر لحظه. هل يمكن يكون الحب حواليك وانت مو شايفته؟ طنش تعش تنتعش. ما شفنا ايام الشباب بريك دانس الله وكيلك على الصبا. يا جماعه ما سالناهم الجيم في اي طابق.